كلمة مجلس وطني هو للوطنية، للحياة الوطنية، يقدم أشياء كثيرة، سواء يقدمها لمواطني دولة الإمارات أو المقيمين على أرضها. المجلس الوطني الاتحادي يجب يكون تقديمه مجلس الوزراء، يقدم للمجلس الوطني مشاريع المستقبلية لدولة الإمارات وإعمارها وسعادتها وتعليمها وأمنها واستقرارها. هو يأتي من وين؟ يأتي من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يأخذ المعلومة هاي من وين؟ المجلس الأعلى للاتحاد. كل مجموعة من إمارة يجيبون حاجة الإمارة ووضع الإمارة. بدأنا نحن بالحياة التعليمية والصحية، فتعالج الإنسان صحيا وتعلم علمين وأصبح في أول الصف في حياته التقدمية العلمية، قدم الكثير لهذا البلد من أبوظبي إلى الفجيرة. كيف التطور الموجود من خدمات، من مستشفيات، من طرق، من مياه، من كهرباء، قبل 50 سنة ما كانت عندنا هاي الحياة. أهمية المجلس يطالع نواقص الدولة، النواقص الدولة بكبرى الإمارات. عضو المجلس من أبوظبي أو من دبي مثل الإمارات كلها، مثلا ناقص في البلاد، في التعليم، في الصحة، في البنية التحتية. أساس رئاسة المجلس مو ثقيلة، عند الإنسان اللي يتريث في الأمور ويصبر، مو ثقيلة، ولكن الناس مستعجلين يبون النتائج بسرعة.